السلام عليكم، معكم القناه ديال اجنس عربي للعقار في مدينه الناظور. كنتمنى ان شاء الله انتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا تكونوا في افضل حال. الفيديو ديال اليوم ولا العرض ديال اليوم جبنا لكم المدينه ديال السعيديه، واحد لومبلاسمون مزيان بزاف كالم بالنسبه للسكنه العائله والناس اللي كيقلبوا يشريوا شي شقه في المدينه ديال السعيديه تكون البني جديد، حيت هذا راه مشروع جديد، لي زابارتمون باقيين جدادين، كاين مساحات مختلفه كتبدا من 40 متر كاري كتوصل حتى ل 80 متر كاري. كاين ستوديو يعني واحد شومبر وصالون، كاين دو شومبر وصالون، كاين تخوا شومبر وصالون، كاين بروميير دوزيام وحتى تروازيام ايطاج. فينيسيون مزيانه بزاف كما كتشوفوا معنا هنايا في الفيديو، راه الشقق فيهم البالكون، مستوى الاضاءه جد ممتاز. هذا هو البالكون كما كتشوفوا، واحد لومبلاسمون نقي كالم وقريب على البحر، واحد 5 دقائق في السياره وعلى الرجل واحد ربع ساعه لو ماكسيمو. بلاصه كامله فيها البني جديد. بالنسبه للمساحات كاين 40 متر كاري وكاين 50 متر كاري وكاين 80 متر كاري. هذيك اللي فيها ثلاثه ديال البيوت وجوج ديال الحمامات فيها 80 متر كاري، كاينه في التروازيام ايطاج. الاخرين اللي فيهم بيت وصالون اولا جوج ديال البيوت وصالون كاينين في البروميير والدوزيام ايطاج. الاثمنه غادي نعطيو لكم في الاخر ديال الفيديو. كما قلنا الناس اللي كيقلبوا يشريوا شي شقه في المدينه ديال السعيديه تكون قريبه على البحر وتكون فينيسيون مزيانه وبروجي جديد، ما تفلتوش هذه الفرصه هذه. حتى الاثمنه راه جد مناسبه نظرا للموقع ديال هاد الشقق هادو ونظرا الفينيسيون اللي مزيانه بزاف ديال هاد الشقق، فالثمن راه جد مناسب الصراحه. غادي نعطيه لكم في الاخر ديال الفيديو. واحد اللي مثلا غير واحد راسه ولا هو والمدام ديالو عندهم شي بيوتجي اللي هو صغير، غادي يقدر يشري واحد ستوديو اللي فيه بيت وصالون وحمام وكوزينه بفينيسيون مزيانه وبلاصه مزيانه. واللي عائله مثلا وباغيين غادي يشوفوا من جوج بيوت الفوق، جوج بيوت اولا ثلاثه البيوت، راه الثمن جد مناسب. واخا حتى خدا بنادم ثلاثه ديال البيوت الثمن مناسب الصراحه في هذا البروجي. دابا نتوما شوفوا معنا لا فينيسيون ديال الشقق. هنا راه جبنا لكم ثلاثه ديال الشقق باش تشوفوهم، تشوفوا لا فينيسيون، الشراج ملي ريدو الكتريك كما كتشوفوا، المستوى الاضاءه جد ممتاز في الشقق، كاين فيهم البالكون. بالنسبه للناس اللي شافوا هذا العرض هذا وعجبهم اولا انتريسي بهذا العرض هذا، يتصلوا بنا على الرقم ديالنا 0644017000 من نهار الاثنين حتى نهار السبت من 9 الصباح حتى 5 د العشيه. الا كنا خارج اوقات العمل بطبيعه الحال خليونا ميساج با واتساب، حنا غادي نجاوبكم ان شاء الله بحول الله في اقرب وقت. بالنسبه حتى للناس اللي عندهم هما شي عقار كيبيعوا في السعيديه ولا وجده بركان والنواحي ولا باغيين يديروا التقييم ولا بغاو يديروا الاشهار لشي عقار عندهم، يتصلوا بنا على نفس الرقم بطبيعه الحال. حنا باقيين معكم في نفس البروجي ونفس الشقق. نعاودو نذكروا بالمعلومات انه كاين الشقق ديال بيت وصالون حمام وكوزينه، كاين ديال جوج البيوت وصالون، كاين حتى ديال ثلاثه ديال البيوت وصالون باحسن فينيسيون واحسن ثمن، يعني الجوده والاتقان بثمن مزيان كما كنقولوا. هادوك اللي فيهم جوج البيوت وصالون راه كاين صغارين كاع فيهم غير 40 متر، وكاين اللي ديال 50 متر كل وحده والثمن ديالها، والكبيره كما قلنا راه فيها 80 متر. بالنسبه للستوديو راه فيها 40 متر، اللي بغاو يشريو شي ستوديو صافي، يعني بيت وصالون حمام وكوزينه، قلنا بعيده على البحر يعني واحد 5 دقائق في السياره ربع ساعه للرجل. هاد البروجي ديال هاد النهار كيخص الناس بدرجه اولى، الناس ديال السعيديه اللي باغيين يشريو تما شي ابارتمون في شي بروجي جديد، ابارتمون تكون فينيسيون مزيانه وثمن مزيان، وحتى الناس ديال النواحي ولا الناس ديال الناظور، كاع الناس اللي بغاو يشريو شي ابارتمون تكون قريبه على البحر سواء يدوزوا فيها العطله ولا يسكنوا فيها على دور العام. بالنسبه للاثمنه، الاستوديو اللي فيهم 40 متر كاري الثمن ديالهم 35 مليون سنتيم، يعني هاد لا فينيسيون هادشي كلشي 35 مليون سنتيم. حتى الشقق اللي فيهم جوج البيوت اللي فيهم غير 40 متر كاري صغارين 35 مليون. بالنسبه للشقق ديال جوج البيوت اللي فيهم 50 متر كاري ساويين 40 مليون سنتيم، والشقه الكبيره ديال 80 متر كاري اللي فيها ثلاثه البيوت ساويه 55 مليون سنتيم. فاللي مهتم بشي عرض من هذا الشيء اللي عطيناكم، راه عطيناكم معلومات كامله ان شاء الله بحول الله، اتصل بنا على الرقم ديالنا. اما حنا راه كنضربوا معكم واحد الموعد في فيديو جديد مع عرض جديد، ومننا حتى تما كنقول لكم كما العاده شوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.